وينضم إلينا هاتفيا من الكويت مراسل إخبارية مشاري الشمري. أهلا بك مشاري، ما الجديد لديك مشاري حول هذا الحريق مركز الشيخ جابر الثقافي؟ تفضل مشاري. نعم، صباح الخير لك ولمشاهدي الإخبارية السعودية. لله الحمد، إلى الآن تمت السيطرة على الحريق تماما في المبنى رقم 3 من دار الأوبرا الكويتية. المبنى طبعا هو مخصص للمسارح، وانحصرت الأضرار ولله الحمد الممتلكات فقط، ولم يكن هناك أضرار بشرية حتى هذه اللحظة. نعم، يعني ليس هناك أضرار بشرية أو مادية جراء هذا الحريق في نفس المركز؟ نعم، لم يكن هناك أي أضرار بشرية. طبعا الحريق كان يعني سبب أعمال تجهيز أحد المسارح نتيجة عمليات اللحيم التي تقوم بها أحدى الورش الفنية المتخصصة في المسارح، وقد طبعا تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وهو يعني أخذ متسع من الوقت ساعتين فقط، وذلك بسبب أن هناك 4 مراكز مجاورة لمركز جابر الأحمد الثقافي دار الأوبرا شاركت في إخماد الحريق. ولله الحمد حاليا تجري رجال الإطفاء تمشيط كامل لدار الأوبرا للتأكد من إخماد الحريق بالكامل. نعم، يعني مشاري، يعني اليوم أيضا يعني شو تصاعد الدخان هذا في أحد مبانيها الأربع، هل من الممكن أن تحدد هذه المباني؟ هل هي في مبنى واحد أو مبنيين؟ لأن 4 مباني. يعني هو لم يكن في المباني، هو محصور الحريق في المبنى رقم 3. مبنى رقم 3 هي إدارة المسارح، وبالتحديد الحريق كان في مسرح يعني من الحجم الصغير ولم يكن في الحجم الكبير المسرح. إذا الحريق في مبنى رقم 3 في المسارح فقط، وتم إخماد الحريق بالكامل. نسبة الدخان التي ظهرت هي بسبب أن السقف المعدني لهذا المبنى هو من الإسنان 60 وطبقة العازل الحراري، لذلك نتج دخان كثيف. نعم، طب مشاري، يعني هل بدأ التحقيق الآن؟ مشاري؟ لم يتم التحقيق، بس المقادر الأولية والمعلومات الأولية هي تدل أن سبب الحريق هو قيام الورشة بعمليات الزحام، مما أدى إلى نشوف الحريق. هذه هي المعلومات الأولية. شكرا جزيلا. نعم، كان معنا مشاري الشمري مراسل إخبارية. شكرا جزيلا لك مشاري.